السلام البنات، مساء الخير. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى الاحوال ديالكم تكون جيده. كنتمنى ما نكونش تعطلت عليكم بزاف، خصوصا ان من المجيه ديالي من المغرب ما زلت عملت حتى شي فيديو. كذلك كنتمنى ان الفيديو هذا المغرب يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، كما كنتمنى نكون عطيت صوره جميله على البلاد ديالنا اللي هو المغرب، رغم ان المده اللي جلست فيها يعني ما كانتش طويله. كذلك ما عملتش فيديوهات كثارين، وايضا ما صورتش جميع العائله، لان صورت الاشخاص اللي باغيين يبانوا، اللي ما باغينش يبانوا طبيعه الحال ما صورتهمش. اما هذا الفلوق فهو غيكون مصور في اسبانيا، بالتحديد في توليدو. كما كتعرفوا توليدو فهي قريبه على مدريد، فكنا جالسين وكان الهوار شويه مزيون. صحيح كانت الشتا، لكن كنسكت يعني غير شويه ماشي بزاف، فقلنا علاش لا ما نمشيوش نعملوا واحد الدويره تما. فانا كنسيب راحتي فيها، فطلعنا من هنايا. غادي نعمل معكم واحد الجوله، غتشوفوا كل الاماكن اللي غادي نمشي ليله، فانا غنشارككم فيها. فهنايا حنايا في الدخله ديالها، من نوصلوا ان شاء الله ديك الساعه نتكلموا على طوليدو وكل غادي نشوفوا. احنا وصلنا السور اللي داير بطوليدو الانتيغوا. طبعا هي اللي كتعجبني، يعني انا ما جيتش باش نشوف مدينه حديثه، بالعكس انا جيت باش نشوف مدينه قديمه. فغادي نباركيو ومن بعد ندخلو ان شاء الله. كما كتشوفوا هذه هي الاسوار اللي دايره بطوليدو، فهي نفس الاسوار اللي موجوده في مدن كثيره في المغرب. طبعا لانها يعني عرب، يعني العرب اللي بنوا هذه الاسوار هذه. ف بصراحه هذه المدينه كتعجبني بزاف، ما عارف كنحس براسي فيها، كنرتاح فيها، خاصه انني كيعجبوني يعني المناطق اللي فيها عمران قديم. كذلك لأن فيها عندها تاريخ عربي، فهذا الشيء كتعجبني. فمثلا هذه البنية، هذه بنية عربية 100%، يعني هكا خلوها العرب، يعني ماشي جديدة، ولو أنهم كيبنيو حاليا، كيبنيو يعني في طوليدو، كيبنيو بنفس النمط باش كيبقاو على يعني عمرك كيبقى متشابه بحال القديم، وكذلك باش كتجيب لهم السياحه. لكن البنايه اللي وريتكم، هاد البنايه كلها هادي، فهي بنايه قديمه، يعني عربيه 100%، عربي. فكاين بزاف من هاد البنايات هادو في توليدو، فاللي غادي يبان لي قديم غادي نقول لكم هذا قديم. وطبيعة الحال انا ماشي اختصاص ديالي، يعني ما غنعرفش نشرح لكم يعني كثير على المدينه او لا. صحيح عندي المام بالتاريخ ديال الاندلس والتاريخ طوليدو،
ولكن ما غنعرفش نشرح كيما غيشرح واحد لي اختصاص ديالو. كذلك هذا الباب، هذا القوس اللي كتشوفوه من قبل الناس، هو قديم تاع داك عربي، بني عربي، تولد عنده بزاف ابواب، فيمكن لك الدخول من عده ابواب بطبيعه الحال السور والابواب. لكن ما غنطلعوش من هاد البلاصه، لان هاد البلاصه فيها الدروج بزاف وغادي نبيو، فغنطلعو من هاد الشيء هادي. فاحنا غنطلعو من هاد الدروج لان هنا اقل دروج من الجهه الثانيه. فباش نوريكم هذا المسجد، ها هو مقابل هنا، ها هو. اولا بغيتي تدخل يعني كتخلص غير 3 اورو، يمكن لك تدخل. انا سبق لي دخلت له صراحه، عندي التصاور ولكن ما بغيتش نخلط التصاور اللي مصورهم في الصيف، لان كنت جيت في الصيف مع التصاور يعني دابا في الشتاء، باش ما يجيش فيديو مخلط يعني صيف وشتاء. فالمسجد سبق لي دخلت له، ماشي مسجد كبير، هو صغير، المساحه ديالو واقيلا كان فيه شي 5 متر هكا الطول، ماشي، لان في القديم كانوا كيعملوا مساجد في كل حي في طوليدو باش الناس اللي موجودين في ديك الحي كيصليو في المسجد الاقرب. بالنسبه لي هنايا، فهادي البني اللي موجود خارج طوليدو، فكذلك طوليدو داير بها النهر، فطبيعة الحال ما نقدروش نهودو لان العشيه، وباش نهودو نتوما يعني كاسنات تمشاو بزاف. فانا غادي نوريكم غير اللي كيبان لنا. غادي نمشيو للسونتر ديال طوليدو، غنمشيو لكاي مايور يعني الشارع الرئيسي ديالها، وصافي، وغنجلسو في شي قهوه وصافي، وغنجلسو حتى يطيح الليل باش نشوفوها بالليل، لان كتكون مزيونه بالليل، وغادي ارجع بحالنا. المهم اي حاجه صورتها او بانت لي غادي نتشاركها معكم. فكما كتشوفوا العقاب بزاف، فالواحد كيعيا. فهنايا العاده اللي كيعملوها الاسبان، يعني الاحبه الاسبان، فما كيتعرفوا على بعضياتهم، كيجيو يعملوا قفله زعما باش كتبقى الحياه ديالهم مستمره مع بعضياتهم. فهذه عاده يعني كالعادات ديالنا اللي حنا عندنا عاداتنا، حتى هما عندهم عاداتهم، كيعملوا قفل باش زعما كيبقاو مشدودين بعضهم يعني حياتهم كامله. ففيما مشيتي كتصيب الدنيا كعمره بالقفله. مكان رائع، وهذا خصوصا دابا بحكم المرض هادي، يعني مكاينش الناس بزاف، مكاينش يعني عادة طوليدو كتكون السياحة فيها كتيرة، فكتكون عامرة بالناس وجميع الأجناس، لكن في هاد الوقيتة هادي مكان يعني خاوية، مفيهاش الناس بزاف، فكانت هادئة يعني مريحة صراحة.
دخلنا لواحد المحل ديال الصناعة التقليدية. فهذا المحل مولاه مغربي تواصل مع مزيعه بريف وكيتعب في الأتمينة. هذا في الدخلة ديال طوليدو، يعني فاش طلعنا ديك العقد مباشرة كيبان. صراحة هو كان بغي يعطيني سمية المحل، قلت له أنا غنصور الاسم ديالو من برا ساعات نسيت ما صورتوش. السيد بريف كيتعامل في نفس الوقت بدا كيحكي لنا قلب جو عندو مشاهير مغاربة ممثلين كتاب شعراء جاو عندو ورحب بيهم قال لي داهم معاهم داهم تالدار. فالمحل ديالو فيه جميع انواع الصناعة التقليدية، المغرب تركيا الدول العربية، المهم كلشي عندو. اللي مشى لعندو فغيتعدل معاه في الثمن وضريب سيدي الله يعمرها صلاة. فهادشي اللي موجود في هاد المحل، فاحنا غادي نكملو منا وغادي نكملو بجديد حنا نمشيو نصوم. فكما قلت كتشوفوا كنت كنعمل التصاور، يعني ديك الاسباني ومراتو كانوا باغيين يهودوا، فمن شافوني كندير التصاور فقالوا وقفوا، يعني قلت لهم يمكن لكم تدوزوا، يعني ماشي مشكل انا كنعمل صوره. قال لي لا لا باش ما نخسروا لك شي صوره. صراحه الاسبان فيهم ناس كثارين، يعني ناس طيبين، ناس ماشي عنصريين صراحه. فتعامل معهم يعني سهل وفي نفس الوقت يعني ظريفي. هادشي اللي ممكن نقول، يعني بحكم العشرة ديالي معاهم والمدة اللي عشت معاهم هنايا، فناس يعني مش عنصريين وناس ظريف وظريفي بزاف. الأغلبية طبعا كاينين عنصريين، ما نقولوش كلشي، ماشي كلشي ماشي عنصري. هذا هو الشارع الرئيسي اللي في طوليدو، في الصناعة التقليدية كلها كتعرض الصناعة التقليدية ديال طوليدو، سواء كانت كريستيانة أو عربية، هي صناعة ديال طوليدو. فغادي تشوفوا بعض الأشياء اللي هي إسبانية، كذلك غادي نوريكم الدمشقيات، فهم رائعين معدلين بخيط الذهب، يعني صناعة كتعمل بخيط الذهب. فسبق لي دخلت المكان فين كيعدلوا فيه، كاين محلات لي مباشرة يعني كيكون عندهم في نفس المحل كيكونوا كيعدلوا ويبيعوا فيه. فأنا سبق لي شفته لكن في مجية أخرى ماشي دابا. هما هادو الدمشقيات، فهما معدلين بالذهب وراه غاليين ما كيتباعوش رخص. هادو كذلك تذكار يعني باش ديال طوليدو. هادو هما شوارع طوليدو هكا دايرين، يعني عقابي يعني خص يكون عندك السوف مزيان باش تقدر تمشي فيهم. كما كتشوفوا هنايا راه قطعت الصوت لان يعني كنت كندهش، يعني هي صافي فضربت نحيد الصوت وركبت صوت اخر. كما كتشوفوا هنايا قطعت الصوت عييت. فهادي هي طوليدو، يعني خصك تكون مستعد وخصك تكون مسكت، يعني ما تجيش بالصباط ولا شي حاجه، يعني خصك تجيب شي حاجه مريحه باش تقدر تتمشى. هادشي راه الوقت يعني برد، اما في الصيف كثار وكثار يعني. فهنايا دار كاتدرال، فغنقول لكم كاتدرال من برا لكن من الداخل ما نقدرش نوريكم لان ما كانش التوقيت ديال انا ندخل، انا عندي توقيت الصلاه توقيت، المهم عندي توقيت فاش كنكون كنقدر تشوفوا من الداخل. فانا سبق لي شفته لكن في هاد اللحظه اللي كنا تما فما كانش ممكن ندخلو، فانا غنصور لكم من برا. هو بنايه رائعه وغزال غزال غزال، يعني وديك اللي فيه و
ولو أن تصويرها ما كيعطيش يعني كيف من كيف ما الواقع. فأنا غنعمل دويرة هنا حتى الكاتدرال ومن بعد ممكن نمشي للمدينة. كما كتشوفوا هنايا هذه واحد النظره بسيطه على الكاتدرال كيف داير من برا. كما كتشوفوا يعني بني رائع جدا وصافي. وعملت واحد الدويره تما وغادي نمشيو بحالنا طبيعه الحال. الجولة ديالنا اللي عملناها قدام الكاتدرال فغادي نكملو. غادي نزيدو نشوفو الا كاين شي حاجة ما يتشاف. كما كتشوفو هنايا هادي الحلويات ديالهم التقليدية، هادو كيعدلوها المنخف وكيبيعوهم. كذلك هاد المحل ديال الأحجار الطبيعية، عندو أحجار زوينة عجبتني، خصوصا حجرة كبيرة ولو أنها غالية، عرفتي كدير هاديك 3000 أورو يعني قول 3 مليون. هي هادي صافي. غادي نكملو الجولة ديالنا. حنا رجعنا للشارع الرئيسي ديال الطبيب، هذا الشارع الرئيسي اللي فيه كلشي، يعني باقي الشوارع تقريبا ما فيهم والو، فيهم غير مطاعم أو لاغيكيو. صافي هكا تقولي لي دايرة، هدا هو البنية ديالها. كنظن كنتمنى نكون نعطيكم واحد النظرة بسيطة عليها. فطبيعة الحال هذه مدينة عين ربح، مدينة قديمة قاعدة موجودة في البحر. صافي دابا غادي نكملو نطلعو هاد الشارع، من بعد نمشيو ناخدو شي قهوة، نشربو بردنا، نشربو شي قهوة ولا شي حاجة، ومن بعد نكملو ولا باقي ميت. فهنايا من بعد ما شربنا القهوة ديالنا ارتحنا. بطبيعة الحال سخونا شوية لأن راه الجو برد، البرد بزاف.
فغادي نرجعوا نكملوا الجوله ديالنا، خصوصا غير تحليل، وغادي نصورها لكم بالليل. فطولي دوره رائعه يعني. ف اللي جا طوليدو ما شافهاش بلي بحال ما شافش طوليدو، يعني طوليدو خصك تشوفها بالنهار وبالليل كتكون اجمل، خصوصا الا خرجتي برا، يعني خارج شتي هاد المنطقه اللي دورنا فيها دابا كلها، كتخرج مرة يعني كتمشي للكاريتيرا اللي موازية النهر، يعني طوليدو النهر والكاريتيرا اللي من بعد هادي كدور فيها، كتعمل جولة يعني في خارج طوليدو كلها، فكتبان لك مزيان، كتكون رائعة يعني المنظر ديالها رائع بزاف، وديك النهر كيبان في الليل كيبان كيبري كيضرب فيه الضو، خصوصا كانت الكاميرا وحدي منظر رائع صراحة. المهم انا مهما وصفت لكم ما غادي نوصل لكم شي يعني كيفاش كتكون، خصوصا ان حتى لي فيديو ما كيعطيوش يعني بحال الواقع، فانا نعيان نحكي ونحكي يعني العشق ديالي لطوليدو بوحدو، يعني عندي واحد العشق ديالي خاص، فاجي وليدا واكيد غادي تعجبكم، فشوفوا المناظر يعني رائعة رائع هنايا كتكون انتهت الجوله ديالنا، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ف دوزنا تقريبا شي 5 سوايع في طوليدو، يعني من ديك 4 د العشيه حتى 9 هكاك واقيله، المهم جلسنا حتى الليل على ود باش نصوروها بالليل لان بزيونا بالليل. صافي دابا غادي خرجنا من طوليدو القديمه، نعملوا الدوره يعني عليها كامله يعني من برا، يعني كاريتيرا باش غادي نشوفوها من برا، باش نشوف النهر. المهم انا كتعجبني نشوفها بالليل، كنزل هذه بلاصه فين كطلل يعني كتبان لك طوليدو، صحيح الصوره ما جاتش واضحه. المهم كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك، ومع السلامه في فيديو ثاني ان شاء الله.